صراحة أنا زهقت بقى، كل أسبوع بطولة، مش معقولة يا جماعة كده. لا لا لا، ارحمونا شوية بقى يا عم، لعيبة الزمالك كده مش معقولة، كل 6 أيام تفرغ خلاص وخدنا اللي احنا عريق نادي القرن. لو كنت ناسي أفكرك، أنا الأهلي بذكرك، 8 شامبيونز ليج، 12 فينال، 16 سيمي فينال في دوري أبطال أفريقيا، 4 بطولات عربية، 5 مشاركات في المونديال، بمركز ثالث وهو البوديوم للعرب في تاريخ كأس العالم للأندية. نعم، أن تكون أهلاوي هي نعمة.